اهلين وسهلين بالجميع. والله هاي جيتي من المجهل، كان في عندي طلبيه مستعجله بس لقيت حالي تعبان شويه، قمت خليت الاولاد بالمشغل واجي. طول عمرك صاحب واجب، بس العمر له حقه يا ابو. اي والله الله يشهدك. دقيقه يا ابو عبده، لا تصب القهوه. ليش؟ مثل ما عم اقول لك. وليش بقى؟ اخي نحن جايين بطلب وما بنشرب القهوه الا تلبي لنا طلبنا. اي بسيطه، يلي اجوا فيه بتروحوا فيه. لا اخي لا، ما بيصير هيك العوايد. عود لقلك، عود خلينا نحكي. طيب وي قاعده مور. اخي شو طلبك؟ تفضل احكي يا شيخنا. اخوك ابو صفوان جايبنا معه مشان نخطب المحروسه بنتك لابنه صفوان على سنه الله ورسوله. بقى شو قلت؟ بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن اذنك شيخنا. ماشي ماشي يا ابو صفوان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو يا ابو صلاح؟ شو كنت بدك تقول؟ والله كنت بدي احكي شغله بس هلا شايف انه مو وقتها. يا ابو عبدو مور، شو قلت؟ شو بدي اقول يعني؟ البنت بنتكم، ومثل ما بقول المثل انت فصل ونحن بنلبس شغله، بعدين جديدكم غالي علي كثير. يعني اعطيتنا اذا الله عطانا؟ اعطيناك اذا الله عطاك. طول بالك يا ابو صفوان، طول بالك شوي. اخي ابو عبدو، انا برايي انك تشاور البنت، هيك الشرع بيقول. ما بدها شيخي، ما بدها لا مشاورة ولا شيء. لا يا ابو عبدو، الشيخ نزير عم يحكي المزبوط، لازم تشاور البنت. ليش بقى صري؟ نحن من امتى بناخد راي الحريم؟ خلص اخي ابو عبدو حكى كلمة وخلص. ما بيجوز يا ابو صفوان، ما بيجوز. اذا كنا يعني ماشيين بالاول على خطأ، لازم نضل ماشيين على خطأنا. قوم اخي ابو عبدو، قوم شاورها. ابو عبدو قوم شاورها احسن. ايه مثل ما بتأمر. شو وين رويدا؟ جوا بالمطبخ ابن عمي. خير في شي؟ لا لا ما في شي، جايه عريس بدك تشاوريها وتاخذي رايها. ايه ما بدها مشاوره ابن عمي، اعطيهم اعطيهم وتوكل على الله. ما بدكم تعرفوا مين العريس؟ منعرف ابن عمي منعرف، وانا شاورتها للبنت والبنت هزت لي براسها يعني موافقه. يعني انتوا عندكم خبر من الاول؟ ايه تقبرني، اجت اختك ام وضاح اليوم لعنا العصر وحكت لنا. كويس، لكن عملوا لنا شيء نشربه. بتأمر امر، كل شيء بدك يا جاهز. كل شيء جاهز كمان؟ يعني انتوا عاملين حسابكم لكل شيء وانا ما عندي خبر. والله يا ابن عمي استنيتك لحتى ترجع من المشغل، بس انت تاخرت. خير ان شاء الله. يا رويدا يا ام رويدا. ايه يا ام تقبريني، جهزتي الكاسات والعصير؟ ايه يا ام كل شيء جاهز. ايه يلا تقبريني، انا فايت اساعدك كمان. مين؟ انا صفوان عمي. اهلين معلم وضاح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا، وهي اجى العريس. انا رايح البيت يا ابي. لوين خالي؟ ما بدك تحضر كتب كتابة بالخالة؟ ايه عود يا ابي عود، بروح انا وياك. عود. شو اخي؟ ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. يعني وافقت البنت؟ تكلنا على الله، مبروك عليكم. الله يبارك فيك، مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ابي، الله يبارك فيكم جميع. صب قهوة خالي. صب يا ابي. ايه اخي؟ عم قول شو رأيك نكتب الكتاب هلا؟ وليش مستعجل؟ شو صاير عليك؟ أخي ماني مستعجل، ماني مستعجل، بس فكري إنه الشيخ نزير موجود هون وبحضور الوجوه الكريمة. إيه يا أبو عبدو، وخير البر عاجله. إيه مثل ما بتأمر شيخي. يسلموا. صب لنا فنجان وضاح. أنا رايح على البيت يا أبي. لا لك وضاح، ما بدك تحضر كتب كتابي؟ شبك لك خالي شبك؟ كيفك معنا بعضك ليكون غلط بصفوان؟ لا خالي لا، لا غلط ولا شيء. عود خالي عود، عود. صهري يلا بقى صار لازم تخطب له لوضاح. ان شاء الله، الله كريم ان شاء الله. لك وضاح، كنت بدك تروح بدون ما تحضر كتب كتابي؟ ليكون مالك فرحان لي. لا فرحان لك. ايه يا اخي، خلينا نكتب الكتاب. ايه
شو عليه؟ يلا شيخي يلا. بس العروس لازم توكل أبوها ويشهدوا اثنين على الوكالة، والأفضل إنه نسمع موافقتها على العريس. مثل ما بتأمر شيخي. خذ لنا طريق لكان. إيه سيدي، مين الشهود؟ مو مشكلة شيخ، لا مو مشكلة، هي وضحها ابن أختي وهي عقيدة بودها. عن إذنكم تكلي. تفضل إذنك معك. خالي أنا. إيه لك ابن أختي، إيه؟ أنت والعقيدة بودها. شرف شرف شيخي. يلا تفضل. بسم الله. يا مو هذا صهري يا الحبدو. ايه يا مو. جاي مشان يرجع شهيرة. وشو قلت له؟ قلت له لنشوف مش كان شهيرة بدها ترجع ولا لا. ايه يا مو، هي جوزك جاي يرجعك على بيتك، شو رأيك؟ مثل ما بدكم يا مو. بس المشكلة إنه إذا رجعت هلا بدي أتأجل مشواركم، وبخاف بكره شهيرة ما تقدر تجي. لا أخي، بيجي بيجي أنا بكره. قومي لكان قومي، قومي ضبي غراض، جوزك عم يستناك بالمضافة. سكي يا مو، سكي حدا، اصحكي فيق يا مو. شهيرة وقفي خدي حلقاتي. لا اختي ما بدي ياهم. ايه لا اختي لا، تعي خديهم عم بمزح معك تعي. ليك شو صار لك لك بنتي، شو صار لك؟ لحقة حدو، لحقة تروحي على بيتك. يا بنتي نحن بدنا نكتب كتابك هلا، وابوكي راح يكون وكيلك بكتب الكتاب، انتي موافقة على هالشي؟ ايه ايه شيخ موافقة. والعريس انت موافقة عليه يا بنتي؟ بدي اسمع صوتك يا بنتي، سمعيني صوتك، لا حياة بالدين. ايه شيخي موافقة. توكلنا على الله.